أعتقد أن الفوضى التي تبدو ظاهرة في المجال السياسي في العراق تبدو واضحة متكررة، وكذلك هي تحدث في لبنان. فكرة أن أو الاحتمالية لفقدان الديمقراطية في العراق هي يعني مخاطرة حقيقية، خاصة أنها فرضت طبيعة الحكومة التي تم فرضها على العراق كانت من الخارج بالأخص من أمريكا، وكل فكرة الديمقراطية هي ثقافيا وتاريخيا ربما لا تتفق مع العادات العراقية أو الثقافة العراقية، وحقيقة أنه لديكم الآن مظاهرات واعتصامات من قبل مؤيدي الصدر، والذي أظهر البعد الديناميكي، وهذا أكد على احتمالية أن يكون هناك المزيد من الاضطراب، والبعض ربما يعتقد أن ربما تكون هناك حرب أهلية. فمن المهم لهذه الأطراف أن تأتي مع بعضها البعض إذا ما أرادوا الخروج من هذا المأزق. المشهد سيتكرر كما رأينا في لبنان لسنتين أو ثلاث، ورأينا ما الذي قدمته الفوضى هناك. فهذا ربما ليس وصفة جيدة من أجل إبقاء الديمقراطية حية على قيد الحياة. فالتغيير يجب أن يكون من الداخل. لديكم عناصر يريدون التغيير، لديكم الكثير من العناصر المتنافسة فيما بينها الذين يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه، والقوى الموجودة في مواقعها لا يريدون أن يقوموا بالتنازل، مثل هذه القوى التي يمكن أن نراها في الولايات المتحدة. ولكن على الأقل نحن لدينا انتخابات، وحتى هؤلاء يبدأ بمساءلتهم. فإذا لم تكونوا قادرين على أن تؤمنوا بالأساسيات في أي بلد لديه ديمقراطية، إذا لم تستطيعوا أن تؤمنوا بمخرجات الانتخابات، فستكون لديكم شكوك وستكون لديكم فوضى كنتائج لذلك. فنحن حقيقة في تقاطع خطير حتى في الولايات المتحدة، ونحن واحدة من الدول القائدة للديمقراطية في العالم. وإذا ما كنا نحن نشكو من مشاكل، فتستطيعون أن تتخيلوا إذا ما تم فرض هذه الديمقراطية في العراق ستكون بالتساوي بهذه الصعوبة، إذا لم تكن أكثر صعوبة، من أجل أن يكون هناك جمع لكل هذه العناصر ليتوصلوا إلى شيء ما.